بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم الزلف اللون، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم ليل. اسمرار الرقبة أو العنق من أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من النساء والرجال، ومن بين الأسباب المؤدية لاسمرار الرقبة هي أشعة الشمس أو إهمال نظافة المنطقة، وكذلك وضع الماسكات على الوجه وإهمال الرقبة، وهناك أسباب أخرى. أما بالنسبة للطريقة التي تبيض بها الرقبة تختلف على طريقة تبييض الوجه، وهذا لاختلاف نوع الجلد الذي يكون أرق وأكثر حساسية في الرقبة. لذلك سأقدم لكم اليوم وصفة آمنة وفعالة بمكونين متوفرين في كل بيت بإذن الله لتبييض الرقبة. وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بلايك ومشاركته مع الأصدقاء والاشتراك بالقناة بالضغط على زر الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد، دون أن أنسى تعليقاتكم المحفزة والمشجعة دائما. نبدأ على بركة الله. نحتاج في هذه الوصفة إلى دقيق الشوفان، ويأتي بهذا الشكل، لا نحتاج إلى غربلته، نريده كما هو، يعني بهذه القشور التي تكون في الدقيق. نحتاج كذلك إلى حبة طماطم، نقوم بضربها في الخلاط الكهربائي لنحصل على هذا العصير. نأخذ ملعقة كبيرة من مسحوق الشوفان، ونضيف إليها ملعقتين كبيرتين من لب الطماطم، ونمزج هذه المكونين جيدا. وهذه هي الخلطة، سهلة وبسيطة وبمكونين متوفرين في كل بيت بإذن الله. بالنسبة لطريقة استعمال هذه الخلطة، دلكي هذا الخليط على رقبتك مدة دقيقتين، ثم اتركيه لمدة ما بين 15 إلى 30 دقيقة، وبعدها افركي الرقبة برفق بحركات دائرية مع تبليل الأصابع، يعني نبلل أطراف الأصابع بالماء لتسهيل العمل. افركي مدة 5 دقائق لتقشير خلايا الجلد الميتة، ثم اغسلي الرقبة بالماء، ثم ضعي مرطب على الرقبة، يعني أي مرطب ملائم لبشرتك، يعني ضعيه على الرقبة، وكرري هذه الوصفة مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج. وهذا يعود على حسب شدة سواد الرقبة. وهذه كانت وصفة اليوم، سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت. نتمنى يا ربي تعجبكم وتجربوها وتستفيدوا منها ولو بالقليل، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم، في أمان الله.